كفى اسم تم إطلاقه على الائتلاف المدني الذي يضم عشرات المنظمات المهتمة بمحاربة الإرهاب وفي مقدمتها اللجنة الوطنية لمقاومة الإرهاب. هذا الائتلاف أعلن عن إطلاق مشروع كبير يحمل اسم وصل ويهدف إلى مقاومة التطرف العنيف بواسطة الفكر والثقافة. أصحاب مشروع الوقاية من التطرف العنيف يقولون إنهم سيعملون على سحب البساط من تحت أقدام تيارات التطرف والإرهاب التي تسعى لاستقطاب الشبان. مكافحة التطرف العنيف أو الطرق المكافحة هي عندها تقريب عدة أهداف. الهدف الأول هو تحصين المجتمع بصفة عامة من هذه الآفة، ثم خلق تربية مجتمعية لمجابهة ما يسمى بربما الانحراف المجتمعي اللي نشوفه تو، سواء انطلاقا من التسيب على مستوى العائلة، على مستوى التربية المجتمعية، على مستوى المدرسة، على مستوى حتى نقي أبنائنا وشبابنا من التطرف العنيف. والوسيلة المثلى هي الوساطة المدنية. الوساطة تعني القضاء على أسباب التي تجعل الشاب يمر إلى التطرف ثم يمر إلى التطرف العنيف. مشروع الوقاية من التطرف العنيف يستهدف فئة الشبان أساساً، حيث ستعمل المنظمات المشاركة في المشروع على التواصل المباشر مع هذه الفئة في المدن الداخلية للبلاد وكذلك داخل السجون، وذلك بتقديم أنشطة فكرية وثقافية تقدم خطاباً بديلاً عن خطاب التطرف والعنف الذي يروجه المتشددون. ليست معركة سهلة، المعركة الثقافية وحدها هي معركة صعبة بحكم أننا نبحث عن ثقافة معتدلة لا تمين يسارا ولا يمينا، وهناك إشكالية التطرف في تحديد معانيه، تطرف باسم الأخلاق أو ضد الأخلاق، تطرف باسم الدين أو ضد الدين، كلاهما تطرف وهذا أيضا ربما يغيب. انخراط عشرات المنظمات المدنية في مشروع التوقي من التطرف العنيف يعتبره الدارسون لظاهرة الإرهاب الخطوة الأهم في طريق الحرب على الإرهاب. إرهابي إلا ربع هو عنوان مسرحية للممثل المسرحي التونسي رؤوف بن يغلان، اختارها الائتلاف المدني للوقاية من التطرف العنيف لإطلاق مشروعه الثقافي. فكرة المسرحية تقوم على جدل فكري في قالب ساخر بين الممثل المثقف وأحد المتطرفين الذين تم استقطابهم من قبل تنظيم إرهابي. عندما تكون العقول فارغة، معناتها ضعيفة، تكاد تكون جوفاء، يسهل احتوائها ويسهل استقطابها. عندما تكون العقول معززة مسلحة بالثقافة بالمعرفة التجربة المعرفية بالفن بعقلية التعدد وعقلية التجدد وعقلية التنوع يصعب عليها استقطابها. النشاط الثقافي الذي سيقدم من خلال مشروع الوقاية من التطرف العنيف سيشمل أيضا عروضا لأفلام وثائقية وروائية تسعى إلى فضح أفكار التشدد الديني وتنبه إلى سوء مصير كل من ينضم إلى التنظيمات المتطرفة. من العاصمة التونسية، توفيق العياشي، الحرة.